أنا اسمي جون عفت، أنا خريج القصر العيني، كنت متخرج بامتياز مع مرتبة الشرف. دلوقتي أنا معيد باثولوجي في المركز القومي للأورام في جامعة القاهرة. أنا بعمل ريسيرش باستمرار في حاجة في ستيم سيلز والتيشو كالتشر، لو حد سمع عنكم. انتار ميديكال ادفايزر سبيكر للهيئة المصرية الأمريكية للتدريب والبحث. أنا خلصت الحمد لله يوز من ستيب 1 وستيب 2 في حوالي سنة، وبحاول أساعد الناس باستمرار إن هما يعدوها. حد عارف يعني إيه يوسمي؟ طب بس يرفع إيده ويسأل. إكزامينيشن صح، هي United States Medical License Examination، يعني مجموعة الامتحانات اللي حضرتك بتعديها. عارف إن أنتوا فرهدتوا من الصبح، أنتوا شغالين من الساعة 12 تقريبا صح؟ ربنا معاكم كمان. طيب United States Medical License Examination دي مجموعة الامتحانات ببساطة اللي حضرتك بتعديها عشان تاخد رخصة مزاولة الطب الأمريكي في أمريكا. طيب أنا ليه رأي تاني خالص، يوزمل دي ليها اسم تاني خالص. يوزمل دي you should make life easier على الطبيب، يعني your steps must light everywhere، يعني لازم تجيب سكورات عالية. your score must light every moment، يعني معناها برضه نفس المعنى اللي فوق. you should magnify love every second، you send me light love life every day. ليه أنا عامل المقدمة الرومانسية دي؟ أنا دي أنا أول حاجة اشتركت بيها على حاجة انتار، اللي هي جروبس بتاعت انتار. ليه عملت كده؟ عشان أنا كنت شايف المعادلة بوجهة نظر معينة، وحابب أشارككم وجهة النظر دي، وحابب إن كل واحد داخل المعادلة، معادلة مش حاجة سهلة ومش حاجة بسيطة، فاللي عايز يعمل حاجة زي كده وناوي يدي مجهود يبقى عارف من جواه المعادلة دي بالنسبة له إيه، وإيه الموتيفيشن وراها، وهو شايفها إزاي. عشان كده بديت البداية الرومانسية. أول حاجة ببساطة شديدة هنتكلم اليوزمن رود شكله إيه، يعني الـ الطريق اللي أنت هتمشي فيه كم خطوة، هتصرف عليهم كم وقت، وتصرف عليهم كم مجهود. اليوزمن رود ستيب 1 وستيب 2 سي كي يعني كلينيكال نوليدج، وستيب 2 سي اس يعني كلينيكال سكيلز، وستيب 3 دي بتعملها إن شاء الله في أمريكا، واليو اس كلينيكال اكسبيرينس اللي هي بنختصرينها يو اس سي اي. اول حاجه ستيب 1، ستيب 1 الكونتنت بتاعتها اكاديميك، يعني كل اللي انت درسته من اولى لغايه سنه ثالثه ده اكاديميك. الكوست بتاعتها حوالي 1100 دولار، وال1100 دولت لسه هتضيف عليهم شويه حاجات قدام على النت، يعني انت هتمتحن شويه بلوكات اسئله وبنوك اسئله على النت، دي ليها فلوس تاني. الاكزام تايم 8 ساعات، انت تمتحن 8 ساعات، ده مش امتحان، دي رحلة عشان تبقى فاهمين، يعني هتجيب اكل وهتجيب شرب وهتجيب حاجات كده، ورحلة يعني رحلة انت رايح جاي على شوية اسئلة. طيب بتاخد في البريبريشن تايم بتاعها قد ايه؟ من 9 شهور ل 12 شهر، وفي ناس بتقدر تختصرها في 6 لو كنت متفرغ تماما. يعني ما بنصحش بالحكاية 6 دي، بس يعني مثلا كل حاجة الحمد لله. سوري يا شباب، كم واحد طيب نعرف دلوقتي كم واحد اندر جراديوت؟ يا خبر ابيض. طيب كم واحد من اولى لثالثه؟ حلو. كم واحد من ثالثه لسته؟ حلو. طب في كم واحد امتياز معانا؟ كويس. في حد خريجين؟ طيب كويس. اللي من اولى لثالثه يعني انتوا لسه ما شفتوش الحياه، اللي من ثالثه لسته ابتدوا يحسوا ان الحياه مش وردي قوي، اللي في امتياز شاف الضلمه بتاعتها، اللي اتخرج عرف ان هو قاعد في الضلمه. يعني هكلمكم عن حاجات بسيطة كده، كنت يعني من أولى لتالتة الدنيا معايا أكتر من أنا أجيب امتياز، مش عايز يعني مش بفكر في أكتر من كده.
من ثالثة الرابعة اكتشفت ان في حاجة اسمها ترتيب على الدفعة، وفي حاجة اسمها ان انت مفروض ترتب عشان لو انت عايز معيد مش لازم امتياز، يعني في ناس هتجيب امتياز مش هتترتب مش هتخش الجامعة. بعد كده في امتياز عرفت حاجة مهمة جدا، رحت سألت الناس انتوا بتتدربوا ولا ما بتتدربوش، يعني انتوا ناس اكبر مني لسه ما كملوش سنة، انتوا في النيابات بتاعتكم ايه اخبار التدريب الطبي؟ يعني انا هعمل ايه؟ لان انا اكتشفت في امتياز ان انا ما بتعلمش حاجه، انا عمال الف عشان امضي، انا بهرب من الامضاء، بس هو ده اللي بحاول اعمله، يعني ازاي ما تمضيش النهارده؟ ده الفكر الشاغل من اول ما تصحى لغايه ما تمشي، ازاي تهرب من مشوار بنك الدم؟ يعني انتوا لو حد ليكم اي حد في امتياز هيفهم ده يعني ايه. فده كان كل هدفي في الامتياز، فما كنتش فاهم ايه ليه اعمل كده وايه ايه اللي المفروض استفيده يعني. فقلت تبقى مصيبه بقى لو دخلت الكليه ولا الجامعه ولا التدريب الطبي ولقيته نفس الكلام، ابقى بهرب ايه؟ طب بهرب برضو من الديوتيز بتاعتي في التدريب، ده مش شغلانه، طب انا هتعلم امتى يعني؟ اوريدي ما اتعلمتش في يعني حفظت ودخلت امتحان، طب ما اتعلمتش كمان في التدريب هطلع دكتور امتى؟ فده كان السؤال اللي شاغلني في امتياز بجد. فمن هنا ابتديت اقرر الستبس اللي انتم شايفينها دي. بعد ما اخلص هبتدي اكلمكم تاني من جزء كده عن ايه الحيره او وقت الحيره اللي انتم فيه. ستيب 2 سي كي. صحيح، انت بتشتغل بتمتحن الامتحان ده هنا في مصر في حته اسمها اميديست. ستيب 2 سي كي دي اللي هي كلينيكال نوليدج، دي اللي هي من ثالثه لغايه سنه رابعه، سوري من رابعه لغايه سنه سته. كل الكلينيكال اللي بتاخده برضه تقريبا نفس الكوست، 1100 دولار على فكره، ده مش في مصر. الامتحان 9 ساعات، فانتوا مخلين بالكم، احنا اول امتحان كان 8 الثاني 9، الرحله بتزيد، بس البريبريشن تايم بتاعها اسهل شويه من 4 مانثز ل 6 مانثز. وبرضه امتحانها هنا في مصر في اميديست. ستيب 2 سي اس كلينيكال سكيلز، ده امتحان بتمتحن على حاجه اسمها سيميوليتد بيشنت، مش بيشنت طبيعيين، يعني مش بيشنت هو مريض، لا ده هو انسان بيمثل انه مريض وحافظ شويه حاجات بيقولهم لك، ومعاه تشيك ليست كده هو بيصحح لك انت عملت كذا عملت كذا عملت كذا. من ابسط الحاجات يعني اتخبطت على الباب ولا لا قبل ما تخش، يعني وريت ان في سيمباسي معاه ولا لا، تعاطف انت متعاطف معاه ولا لا، رديت على اسئلته ولا لا، عملت اكزامينيشن ولا لا، سالته على اسئله معينه اكوردنج للحاله بتاعته ولا لا، كل ده هو بيعمل تشيك ليست عليها، يعني من الاخر هو اللي بيديك الدرجه. كل واحد بتقعد معاه ربع ساعه، هم حوالي 12 عيان، ده ب 1500 دولار. هو 7 ساعات بس، انت لما تيجي من بدري ومش عشان تعمل الريجستريشن بتاعك وتعرف الرول بتاعك فين والكلام ده بياخد منك وقت شويه، فبيقفله مثلا بتاع 9 8، نفس الفكره اللي فوق. ده البريبريشن تايم بتاعه سهل، من شهر لشهرين اكوردنج الاكسبيرينس بتاعك. ده بتعمله في USA في 5 مراكز. الـ5 مراكز متوزعه شمال وشرق وجنوب، بحيث ان اي حد ليه اي حته في اي مكان يعرف يروح ليه. ستيب 3 هي تمتحن في كل اللي فات دي بس مني كلينيكال، الكوست بتاعها اكوردنج للستيت بتاعك اللي انت نزلت فيها او للمكان اللي انت بتعمل فيه ريزيدنسي. في ناس بتحب تاخدها قبل ما تخش الماتشنج، في ناس بتحب تاخدها بعد ما تخش الماتشنج. يعني ماتشنج؟ سؤال ذكي جدا. الماتشنج ده ببساطه شديده ده مكتب التنسيق، حضرتك بتدخلي سكورات لي وبتدخلي سي في دي، وبعد كده بكل المستشفيات اللي في امريكا بتقدم احنا عايزين كذا كذا كذا، وهو بيجيب الكانديدات ده للمكان ده، الكانديدات ده للمكان ده، بعد كده المكان ده بيفرز الحاجات ويقول انا عايز فلان وفلان وفلان وفلان، يعملوا انترفيوز. فهمت كده؟ ده الماتشنج، ده بيحصل كل سنه في شهر واحد اللي هو شهر 9، من اول 9 كده، يعني من 9 ل 10 مش شهر واحد، من 9 ل 10. الامتحان ده بقى 16 ساعه، بس الحاجه اللطيفه فيه ان انت مش بتمتحنه كله على بعض، هو يومين، يعني بتمتحن كل يوم 8 ساعات بس، برضه مده الامتحان كبيره. في ناس بتفضل تاخده قبل الماتشنج جول، ليه؟ لان ده بيدي لك حاجه اسمها H1 فيزا. H1 بي فيزا دي الفيزا بتاعت العماله المؤقته. العماله المؤقته تدي لك حق في ان انت تقدم على جرين كارد بعديها. J1 فيزا في امريكا دي اسمها العماله المؤقته التدريبيه او العماله المؤقته اللي لازم ترجع بعديها البلد الام عشان تأدي فيها خدمه، يعني انت جاي تتدرب عشان ترجع فين تاني تعمل خدمه.
البريبريشن تايم بتاعتها از يو لايك، انت المعلومات فريش بتاعتك هتخش على طول، انت خلاص تيب 1 و2 هتخش بسرعه. لا المعلومات بتاعتك مش لسه مش جامده، لازم تذاكر تاني كانك بتذاكر ستيب 1 و2. برضه امتحانها في اليو اس، يو اس كلينيكال اكسبيرينس، وده اللي زميلي ان شاء الله دكتور رامي هيتكلم عنها، الالكتيف والابزرفر شيب والاكسترن شيب. ايه الفرق ما بين الثلاثه دولت؟ لازم تفهموهم خصوصا ان انتوا اندر جرادويت. الالكتيف دولت شهرين من شهور الامتياز بتاعتك. هو كان في دوشه تكييف، كان في دوشه تكييف بيعمل الدوشه دي، ادخل التكييف يا جماعه. اوبزرفر شيب دي انت بتروح بس ما بتعملش هاند زون، يعني انت بتشتغل بس ما بتحطش ايدك على حاجه. الاكسترن شيب انت بتحط ايدك هاند زون. اوكي الكوست جامد جدا. في الالكتيف انت بتتكلف بس السكن والمعيشه، في الاوبزرفر شيب نفس الكلام. الاكسترن شيب التكلفه بتاعتها يعني عاليه، ممكن توصل ل $2000 في الشهر الواحد، لان انت بتحط ايدك فيها وبتاخد منهم جواب ان انت عملت كده. الاكزام تايم ده مش اكزام اساسا، بس انت لازم تعمله في السي في بتاعك، لان دلوقتي ابتدوا يحبذوا او يشوفوا الناس اللي عندها كلينيكال اكسبيرينس في يو اس احسن من الناس اللي ما عملتش يو اس كلينيكال اكسبيرينس. فانت لو حاطط سكوراتك عاليه والكلينيكال اكسبيرينس بتاعتك مش جامده، فهو مش بيفضل واحد ما شافش السيستم، ما كانش عنده احتكاك بالسيستم. اوكي ده 2 months or more is enough في اليو اس. طبعا كل ما كان اكتر كل ما كان احسن. في ناس اصحابنا عملوا الالكتيف وفي الاخر امتحنوا سي اس، ودي ويتش از جود، يعني انت بالاول تحتك بالسيستم وبعد كده تخش تمتحن امتحان السيستم ده. في ناس عملت السي اس على طول، فده الى حد ما كان الفيلير ريت بتاعه اعلى. فاهمين الفكره اللي انا عايز اقولها؟ طيب سوري ايه اللي هي الاخر نقطه، ان في ناس بتحب تعمل الالكتيف في امتياز، الالكتيف ده شهرين، بدل ما تاخد البطنه هنا بتروح تاخديها بره، بتاخدي شهرين بطنه. بعد ما تخلصي الشهرين دول احتكيتي بالسيستم وفهمتي الدنيا ماشيه ازاي، خلال الشهرين بتذاكر السي اس وتروح امتحانها، فالنجاح بتاعك بيكون اعلى. انت احتكيتي بالسيستم، اللغه بتاعتك اللانجوج ابتدت تتحرك، لسانك ابتدت تتحرك، ابتدت تفهمي ان في حاجات بسيطه بتفرق معاهم جدا. حتى لو لسه ما خلصتش امتحان ستيب 1 ولا ستيب 2. من مميزات المعادله ان انت ممكن تبتدي اي ستيب في اي وقت وتشتغل بيها، يعني انت ممكن وانت في سنه ثالثه تشتغل ستيب 2، ممكن في سنه ثالثه تشتغل ستيب 1. فده انت بتقدر تعمله تمانج اكوردنج اللي انت عايزه. ماشي؟ اسمها بقى في البوست جرادويت اسمها يا اما اوبزرفر يا اما اكسترنشيب. الاوبزرفر شيب دي حاجه انت بتبص بس ما بتحطش ايدك، الاكسترنشيب بتحط ايدك. الاوبزرفر شيب غالبا بتكون بدون فلوس، الاكسترنشيب بتبقى بفلوس. خلاص؟ بس بيكون ساعات الاتندنج اللي انت بتشتغل معاه بيشتغل في جامعات، فهو بياخدك معاه او في مستشفى فهو بياخدك معاه. في ناس كتير عملتها. ما هو انا لسه كنت بقول ان ستيب 3 قبل الريزيدنسي بتدي لك حاجه اسمها H1B فيزا، او بتخليك اهل اكتر H1B فيزا، ودي احسن فيزا ممكن تاخدها لو انت رايح تشتغل، يعني انت ممكن منها تقدم على طول على جرين كارد. اكوردنج انت خلصت ستيب 1 وستيب 2 قبليها، ولا انت قعدت طول الريزيدنسي بتاعتك وعايز تعملها في الاخر. لو قعدت طول الريزيدنسي بتاعتك وعايز تعملها في الاخر اكيد هتضطر تراجع لها شويه، لكن لو انت مخلصت ستيب 1 وستيب 2 هتبقى الدنيا اسهل. هي من الكلينيكال بس ابتدوا دلوقتي يحطوا فيها ستيب 1 شويه معلومات. يعني ايه ازاي اقدم على اوبزرفر شيب او اكسترن شيب؟ طيب انا هستاذنكم اوبزرفر او اكسترن او الكتيف، هنتكلم في التوك اللي بعديه، فعشان زميلي ياخد الفكره كلها هو هيتكلم بيها بصراحه. احنا هنتكلم في ستيب 1 وستيب 2. هاو تو ستارت. اول حاجه لازم تسال نفسك what do you really need or what do you really want. ده السؤال اللي انا سالته لنفسي في الامتياز، انت عايز ايه؟ انا اتعقدت لما طلعت شفت المنظر اللي موجود في مصر. انا كنت فاكر ان احنا واحد يعني بيجيب امتياز يعني متفوق وفاهم، طلعت الحمد لله مش فاهم حاجه. بعد كده سالت الناس انتوا بتعملوا ايه؟ فواحد قال لي، وهذا الدكتور عض يعني نائب عض يعني المفروض في سينيور ليه، والسينيور بيعلمه هو هيعمل ايه؟ قال لي لا انا ما بشتغلش كده. قلت له بتشتغل ازاي؟ قال لي بشتغل بترايل اند ايرور. قلت له يعني ترايل اند ايرور؟ يعني واحد يجي الكازوكي يجبس انت ما جبستوش صح، تكتشف ان انت ما جبستوش صح مثلا؟ فراح قال لي يعني مش للدرجات دي بس فيها كده. قال لي يعني مثلا التندون، في تندون ريبير مثلا جاله في مره، فهو فاكر النوت او السيرجيكال نوت اللي هو بياخدها، فاكر اسمها وعارف يعني سمع قرا هو بيعملها ازاي، لكن ما حدش علمها له.
دخل عليا دب 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 دب، راح مخلصه. قال لي ما اعرفش بقى كانت صح كانت غلط، بس انا عملت كده. فالفكره دي ضايقتني، وبعد كده ابتديت اسال تاني، طب انتوا في البطنه في حد بينزل؟ لا. فمش عارف ايه، في حد بينزل؟ وابتديت اسال كتير، يعني انتوا بتتعلموا بجد ولا هو مجرد ان انت بتتعرض لفلو كتير جدا فبترايل اند ايرور بتتعلم؟ اكتشفت السؤال اللطيف ده، انت بترايل اند ايرور بتتعلم، وخصوصا في البطنه لو انت حافظ كتاب هتبقى احسن من رئيس قسم، مش فاهمين البطنه كلها مذاكره، انت مذاكر كتاب كويس هتبقى فاهم وعندك معلومات اكتر منه. طيب دي مشكله، انا مش عايز اعمل كده، انا عايز تدريب طبي كويس، انا عايز. طب يا جماعه في عندكم وقت ان انتوا تسوشيالايز والحركات؟ لا مفيش الحمد لله. طيب في بنفيت مادي طيب من الفحده اللي انتوا مفحوطينها دي؟ لا مفيش للاسف، احنا بنصرف على الكليه. طب ازاي بنصرف على الكليه؟ انا باخد 1400 جنيه مثلا، يعني ده يوم النبطشيات تنزل، منهم بيخلص 800 جنيه على المكالمات. ليه يا ابني مكالمات؟ اصل انت بتتصل بالامتياز اللي معاك عشان يجيبوا لك كذا وكذا وكذا، بتتصل بالاستاف اللي معاك عشان تبلغهم بلسته الحالات، بتتصل مش عارف ايه، فاضل يتصل بالريليتيف يقول لهم تعالوا المريض خف، يعني مش ناقص حاجه تاني. فلقيت ان هو اوريدي في فلوس كتيره في المكالمات، قال لي وبعد كده انت طول اليوم بره، انت في اكل وشرب بتاع. يا ربي، طب احنا انا كشاب، يعني انا مش بتكلم على البنات، بس انا كشاب انا واحد عايز احقق نفسي، عايز اكون نفسي. طيب يعني انا ان شاء الله هاجل كل الاحلام لغايه بعد الريزيدنسي. فدي كانت مشكله، كذا مشكله انت تحطهم جنب بعض، بعد كده تكتشف ان انت عايز ايه، اعرف انت عايز ايه. مفيش تدريب، انا بقول لكم على حالتي انا الشخصيه، مش مسؤول عن حد فيكم. انا عايز تدريب معين، عايز بنفيت مادي، عايز اعيش حياتي بطريقه ادميه لا اكثر ولا اقل. فاكتشفت ان التدريب ده مش هيناسبني، الطريقه دي مش هتناسبني. فانت كل واحد بشجعكم ان انت كل واحد فيكم يقعد مع نفسه ويدرس الموضوع ده كويس، لان المجهود اللي هتعمله في اليوسم دي مش سهل. طيب خلاص خدنا قرار ان احنا عايزين نعمل اليوسم دي، هاو تو ستادي، هاو زي ستادي ميديسن، يعني ازاي هما بيفكروا في الميديسن؟ هل بيفكروا زينا كده؟ احنا ماكسيمم بتاعنا ان احنا يعني نلاقي ام سي كيو دي معجزه في الامتحان، يعني ده كده التقدم بتاعنا. حتى مش بناخده كام سي كيو، لا برضه الام سي كيو معتمد على الحفظ، انت حافظ ايه مش فاهم ايه. هو الام سي كيو بتاعهم مش كده، هم ما بيفكروش كده، هو بيفكر فيك انت بتفكر ازاي، بتستخدم المعلومه ازاي، باور اوف نوليدج بتشتغلها ازاي. يعني مثلا انت خدت ان الانديكيشن بتاع السي بي ار كذا وكذا 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 وكذا، لازم تحفظه كذا وكذا وكذا. هو مش عايز كده، هو هيحطك في سيتويشن يقول لك انت عايز تعمله سي بي ار ولا مش عايز تعمله سي بي ار، ده ينفع معاه ولا ما ينفعش. ده فرق كبير جدا، فرق كبير جدا. يعني انت تبقى حافظ الانديكيشن بتاع السي بي ار، ولما تتحط في سيتويشن تبقى عارف هنعمل سي بي ار ولا مش هنعمل سي بي ار. اوكي، وات از اكسبكتد فروم يو، انت مطلوب منك ايه؟ مطلوب منك ان انت مش بس تكون حافظ المعلومه، تكون فاهمها وفاهم عمقها للاخر ازاي. هي انت تستخدم دي عشان بيشنت حاله قدامك، هتستخدمها ازاي؟ مش بس كده، الاكاديميك منه، انت وانت بتشتغل على بيشنت انت فاهم الاكاديميك باك جراوند، فانت يعني تو تراي ان انت تعمل ادفانسمنت في الارت اوف ميديسن، انت فاهم الباك جراوند الاكاديمي مش عشان انت تتفخر بيه ولا عشان تقول لحد ده كذا 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 بيحصل، لا، عشان انت تحاول وانت شغال براكتسنج تطور الطب بالمعلومات الاكاديميه اللي عندك. هو ده تفكيرهم في الطب وده اللي متوقعينه منك. في سؤال بيطرح نفسه، what is the difference between doctor and textbook؟ حد يقدر يقول لي ايه الفرق؟ لا مش سامع حاجه، حد يعلي صوته؟ بقول الدكتور بيتكلم. الدكتور بيتكلم، لا ده حلو. انا قصدي البني ادم اللي حاطط التكستبوك في دماغه، يعني ها ياخد اكشن، يعمل ابلكيشن، ربط المعطيات ببعض، انتربريتيشن. انت لو حطيت تكست بوك جنب اي عيان هيموت العيان اكيد، لكن حطيت دكتور فيزيشن لا هيشتغل، هيعمل انتربريتيشن ويشتغل. هو ده الفرق، احنا كلنا معظمنا طالعين تكست بوكس بلا استثناء من اي حته. فانت انت انت محتاج تبقى دكتور، وده هتكتشفه لما تعمل المعادله ان انت بقيت دكتور في الفلاش. هاو تو ستارت، ازاي ابتدي؟ اول حاجه انت محتاج ثلاث حاجات بس عشان قبل ما تبتدي خالص، محتاج فيجن، محتاج موتيفيشن، محتاج سكادولينج. دولت عشان تبتدي. هاو تو ستارت، يكون معاك فيجن. ايه الفيجن بتاعتك؟ انت تبقى عارف التايم اللي انت هتاخده في المكان ده كويس جدا، عارف ان هي مجهده،
عارف التارجت بتاعك، كلنا لينا تارجتس مختلفه. يعني اللي فيكم في القصر العيني وعدى على سته يسمع الدكتور علي حسيب. دكتور علي حسيب بيقعد محاضراته لغايه الساعه 4 مثلا ولا حاجه، اللي هي فور فري. فكنت ساعات بحضر ساعات.